أعزائنا المشاهدين عبر فضائيات نورسات وتلفزيون تليلومير. والبداية مع العناوين. جلالة الملك يرعى إطلاق المخطط الهيكلي لتطوير المنطقة المجاورة للمغطس. البطريرك بتسبالة يرعى حفلة تدشين نيابة البطريركية اللاتينية في قبرص. رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يفتتح بازار الرحمة الثامن. مؤتمر دولي في المغطس العام القادم لمدراء الحج المسيحي في فرنسا. وفيها أيضاً أعمال الرحمة في الميلاد، عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. رعى جلالة الملك عبد الله الثاني فعالية إطلاق المخطط الهيكلي الشامل لتطوير المنطقة المجاورة لموقع عماد السيد المسيح المغطس، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للزوار والحجاج القادمين إلى الموقع. واستمع جلالته إلى شرح عن المخطط الذي سينفذ على عدة مراحل، وهو مبني على دراسات هندسية تأخذ بعين الاعتبار أهمية الحفاظ على قدسية المكان وروحانيته. وتتولى مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة للمغطس إدارة تطوير المنطقة والإشراف على تنفيذ مخططه الهيكلي الشامل الذي يشتمل على إنشاء قرية للحجاج ومتحف يسلط الضوء على أهمية المكان كإرث حضاري وديني. ترأس غبطة البطريرك بير باتيسا باتسابالا بطريرك القدس اللاتين قداسا إلهيا في كنيسة الصليب المقدس في العاصمة القبرصية نيقوسيا. جاء ذلك خلال حفل تدشين نيابة البطريركية اللاتينية في قبرص. حضر الاحتفال عدد من الآباء الكهنة. وبهذه المناسبة عين غبطته الأب برونو فريانو نائباً للبطريركية اللاتينية في قبرص، خلفاً للأب جيرزي كراج الذي خدم النيابة لمدة 9 سنوات وهنأه على منصبه الجديد، كما قدم العديد من الكهنة التهاني للأب برونو. وبعد القداس توجه الجميع إلى النيابة الجديدة حيث بارك غبطته المبنى وعلق الصليب المقدس على مدخله. من جهة ثانية، احتفل المعهد الكليريكي بمرور 270 عاماً على تأسيسه وبالرسامة الشماسية للشدياق عبد الله الياس دبابنه على يد غبطة البطريرك باتسابالا وبحضور عدد من المطارنة والأباء الكهنة وعائلة الشماس دبابنه الذين قدموا من الأردن للمشاركة في الاحتفال. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. أقيم قداس شكر في كنيسة سيدة البشارة في بيت جعلة بمناسبة 170 عاما على تأسيس المعهد الإكليريكي للبطركية اللاتينية، أيقونة المعاهد في الأرض المقدسة ومنارة علم قلب الأبرشية النابض. هذا الصرح العريق الذي خرج مئات الكهنة وعشرات الأساقفة 170 عاما وما زال العطاء مستمرا. وأيضا تزامن الاحتفال بالرسامة الشمسية الإنجيلية للشدياق عبد الله دبابنه ابن مدينة مادبا في الأردن، حيث ترأس القداسة صاحب الغبطة البطريرك بيير باتيستا باتسابالا بطريرك القدس للاتين، وبمعاونة حشد كبير من الأساقفة والمطارنة والكهنة والأساقف الأجلاء المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي في القدس والمطران جمال خضر النائب البطريركي في الأردن وأصحاب السيادة المطران بولس ماركوتسو والمطران يوسف متى والمطران الياس شقور والأب ناتالي والأب عفيف مخول نيابة عن مطرانية الموارنة ورئيس المعهد الإكليريكي الأب برنارد بوجي والعائلة الإكليريكية والأم صوفي حتر والأم ريتا كركر وعدد كبير من الأباء الأجلاء والراهبات من مختلف الكنائس من فلسطين والأردن وبحضور المؤسسات الكاثوليكية وممثلي المؤسسات الرسمية في الأراضي المقدسة وسفيرة فلسطين في تشيلي الأستاذة فيرا بابون وجمع المؤمنين والجوقة التي أحيت القداس الاحتفالي. وخلال القداس أقيمت رتبة السيامة وبعدها استلقى المنتخب أرضاً بكل خشوع وتليت طلبة جميع القديسين وبعدها دنا الشماس من البطريرك ليضع يديه على رأسه وصلاة التكريس، ثم تم تلبيسه البطرشيل والدلماتيكا
من قبل الإشبين الأب عيسى حجازين، كما وتم تسليمه كتاب الإنجيل المقدس ومباركته وسط زغاريت الأهل والأحبة وبفرحة عمت قلوب الجميع. وبعد الانتهاء من القداس الاحتفالي أقيم حفل استقبال وتقديم التهاني للشماس عبد الله ولذويه ولأسرة المعهد الإكليريكي، وأيضا أقيمت احتفالات في ساحة المعهد في جو ساده الفرح والمحبة والعطاء لولادة شماس جديد، واليوبيل ب170 عاما على تأسيس المعهد الإكليريكي للبطركية اللاتينية. Deacon consecration is always a beautiful event for the church because it means that God is sending again vocation to our church with these blessings and also encouragement for the seminarians, for the families to send more vocation to our church. فمن هون من الأرض المقدسة منقول لشماسنا الحبيب ألف ألف مبروك، منقول لإدارة ومعهد هذا الصرح الكبير إلى الأمام دوما لسنين كثيرة، لغبطة البطريرك والأساقفة الموقرين ألف مبروك الشماس الجديد على الكنيسة. من هون من الأرض المقدسة منقدم تحية كمان للأردن الحبيب، لجلالة الملك، لكل الذين يعملون في خدمة شعبنا يلي هو من هون من الأرض المقدسة، هون إن كان في الأردن، كان في سوريا، إن كان في لبنان. ربنا باركوا جميعا، بركة ربنا بهاي المناسبات يلي بتجمعنا نحو الميلاد المجيد المبارك. كل عام أنتم بخير، ألف مبروك لشماسنا ولجميع، أهلا وسهلا فيكم. شكر لله أولا على هاي النعمة اللي فعلا ما مستحقها، شكر لعيلتي أبوي أمي إخواني عماتي خالاتي كمان خالي، وبشكر كل حدا جد ساهم بأي إشي صغير بحياتي. جد شكرا كثير، الشكر الأكبر كمان لعائلتي الصغيرة هنا، عائلة السمينير اللي كانوا معاي بكل خطوة من خطواتي، واليوم لولاهم الاحتفال مستحيل كان إنه يكون موجود. جد شكرا كثير لكل حدا فيكم، شكرا للتغطية الإعلامية، شكرا لكل موظف، كل شخص كان في السمينير، كل معلم، كل معلمة. جد شكرا، شكر كبير لكل حدا، شكرا لكل حدا إجا مسافات بعيدة لحتى يشاركني هاي الفرحة. جد شكرا كثير. بعد 177 عام من تأسيس المعهد الإكليريكي نحتفل اليوم الروح الدائما الجديدة في هذا المكان، المكان اللي فيه دائما بيولد كهنة جدد من أجل خدمة شعب الله المقدس، من أجل خدمة الأرض المقدسة. ولذلك اليوم في عنا احتفالات بهيجة بمناسبة 170، ولكن أيضا بمناسبة رسام الشمسية لأخونا عبد الله دبابنة. إحنا بنشكر ربنا كتير كتير على هيك نعمة، إنه في عنا نعمة زي هيك بالبيت. فمنقول للمعهد الإكليريكي كل عام وإنت بألف ألف خير وألف ألف مبروك لشماس عبد الله. مرقصنا الحرية دارك عبد الله، مرقصنا الحرية. للنورسات مارلين الحدوة من باحات المعهد الإكليريكي بيت جالة. اختتمت في عمان فعاليات بازار الرحمة الثامن الذي أقيم على مدى يومين في جمعية الهدف التعاونية آل هلسة بدبوق، برعاية رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن وحضور عدد من رؤساء وممثلي الكنائس المحلية وشخصيات دينية ورسمية وجموع حاشدة من الزوار. التفاصيل في سياق التقرير التالي. افتتح سيادة المطران خريستوفورس عطلة رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن ومطران الأردن للروم الأرثوذكس فعاليات بازار الرحمة الثامن الذي أقامه مكتب فضائية نورسات الأردن بالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية في جمعية الهدف آل هلسة في دبوق بعمان، بحضور ممثلين عن مجلس رؤساء الكنائس وعدد من أصحاب المعالي والشخصيات الرسمية والدينية.
وفي كلمة الافتتاح التي ألقتها الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين، أكدت فيها أن الهدف من إقامة بازار الرحمة هو أن يزيد نفوسنا إيماناً ومحبةً وأملاً منشوداً بأن تفيض قلوبنا بالرحمة على المحتاجين في بلدنا، كما قدمت الشكر للجهات الداعمة للبازار وكل من ساهم بإنجاح فعالياته. ونحن في مكتب نورسات الأردن ومن منطلق إيمان شعبنا ونهج قيادتنا، لقد حملنا على عاتقنا المسؤولية بالوقوف إلى جانب إخوتنا، ندعمهم ونشد على أزرهم بكل ما أوتينا من عزيمة وإخلاص. وهذا هو الأردن كما عرفتموه، الأنموذج العالمي الذي حمل على مدى تاريخه رسالة إنسانية نبيلة وضرب أروع الأمثال في تجسيد أواصر الأخوة والمحبة والعيش المشترك بين عموم الناس على اختلاف دياناتهم وطوائفهم ومذاهبهم وأعراقهم. واليوم أيها الأحبة، للمرة الثامنة نستجيب لنداء الرب في أن نكون رحماء كالآب السماوي، وبالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية. هذه الشبيبة التي رافقتنا في تنظيم هذا البازار إيماناً منها برسالتنا المسكونية، رسالة المحبة والسلام والطلاق. وشكراً للقائمين على جمعية الهدف آل هلسة على تعاونهم معنا، وبخص الشكر معالي سامي هلسة على يعني فتح صدره وقاعته وكل إمكانيات آل هلسة بهذا البازار. شكراً لكم. شكراً. ومن جهته أشاد المطران خريستوفورس بجهود فضائية نورسات بنشر البشارة لكل العالم وبجهود مكتبها في الأردن لإقامته هذه الأنشطة التي تسعى لدعم المحتاج وترسم البسمة والفرح على وجوه الجميع، معايداً سيادته الحاضرين ومتمنياً لهم زمناً ميلادياً مباركاً. بيروح المحبة مع بعضنا البعض كجسد واحد، جسم واحد كل المواطنين، حتى نقدر إنه نساعد العائلات المحتاجة. فربنا يبارك كل هاي المساعي، يبارك هذا العمل اللي بتقوموا فيه وكل الأعمال اللي بتتقام في هاي الأيام، لأنه حقيقة مباركة من ربنا وبتساعد ناس اللي لازم نحن نوصلهم. ربنا يبارككم والله يعطيكم ألف عافية ونعمة وبركة. شكراً. وبعد قص شريط الافتتاح توجه الحضور إلى أجنحة البازار الذي شاركت بمعروضاته العديد من المؤسسات الوطنية والشركات الخاصة وسيدات المجتمع المحلي العاملات في منازلهن، وجالوا بأروقته الواسعة وأجنحته المنظمة التي اشتملت على مجموعة كبيرة من المعروضات المتنوعة التي استقطبت الكثير من أفراد الأسر في المملكة. وأبدى الحضور والمشاركون إعجابهم بمحتويات البازار التي اشتملت على الكثير من المشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية والحلويات الشعبية ومستلزمات عيد الميلاد المجيد التي حظيت بإعجاب الجميع. كما أعرب المشاركون في البازار من القطاع الخاص وسيدات المجتمع المحلي عن امتنانهم وشكرهم لمكتب نورسات الأردن القائم على هذه المبادرة الإنسانية وتوقيتها في هذا الشهر بالذات، لا سيما ونحن على أبواب عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. فقال لهم: سيكون فرح عظيم لجميع الشعب، ها هو موسم البركة والحب، موسم الطفولة، إنه الموسم الميلادي المبارك،
نأتي اليوم في فعالية من فعاليات مجتمعنا المسيحي الطيب. نأتي اليوم ونفتتح بازارا جديدا. الذين نظموا هذا البازار في ذهنهم وفي بالهم كونوا رحماء كما أن أباكم السماوي هو رحيم. فكانت فكرة البازار سوق فيه تتجلى مشاعر الرحمة والمحبة لأولئك الذين نحبهم رغم عوزهم رغم حاجتهم. يأتي هذا البازار تلبية لحاجة، حاجة مادية لكنها بنكهة الحب وبنكهة الرحمة. نأتي إلى هنا اليوم لكي نفتتح بازار الرحمة الذي تنظمه نورسات الأردن، وهذا عهدنا بها أنها تتفاعل مع المحتاج، مع الأسر العفيفة، وأيضا تؤدي رسالة في نشر التلاحم والتراحم. هذه الأسر التي جاءت إلى هنا هي أسر منتجة، وهذا يؤكد على بركة العمل وبركة الجهود. نحن في هذه الضوضاء المحببة، في هذا الضجيج الطيب، نأتي إلى هنا لنقول في موسم الميلاد المجيد بوركت نورسات، بوركت نورسات الأردن، وبورك هذا الأردن الذي يصر في كل مواسمه الميلادية وغيرها أن يكون مثالا ونموذجا للرحمة. كل عام وأنتم جميعا بخير. احنا كمجموعة من المشاركين نحب نشارك ببازارات حتى نتفاعل معهم ونوزع إبداعاتنا ونظهر إبداعاتنا كمنتجات كأعمالنا، ونحب نشارك في بازارات عدة. أنا طبعا من إحدى المشاركين في هذا البازار، البازار الثامن طبعا لفضائية نورسات. احنا طبعا شاركنا في هذا البازار لانه بكل سنه بنشوف في تغيير وفي اهتمام في هذا البازار الرائع. بكل سنه يعني بنحب نشارك فيه لانه بكل سنه بنلاقي اشياء مختلفه. بنحب دائما ندعم العائلات العفيفه، العائلات الفقيره، لحتى احنا ندعمهم. كون اليوم موجود بهالبازار الحلو، البازار الرائع، ان شاء الله رح نرجع نشارك معكم في كل سنه تعملوا بازارات حلوه، لانه بصراحه البازار هذا يعني اسمه ما شاء الله لامع، واحنا دائما من مشاركين بهذا البازار. وشكرا لفضائيه نورسات، وشكرا للدكتوره باسمه السمعان، شكرا لكم. سبب مشاركتي بهذا البازار الثامن طبعا ببازار الرحمه هو روح العطاء وقوه البازار، وهو بيشمل جميع طوائف المملكه، وفيه أشغال يدوية، وفيه منتجات وبرامج للأطفال وأشياء ترفيهية، ومنحب نعيش جو الأعياد. بشتغل شغل يدوي بالخرز، بعمل شنطات، كوسترات، أساور، سناسل، هيك أشياء. حبيت أشارك في هذا البازار أول إشي لأنه حيروح يعني خيري وتبرع للناس المحتاجين، وعشان أعرض شغلي والناس تشوف إيش بعمل. Oh.
وفي اليوم الثاني استقبل بازار الرحمة العديد من الزوار، ومن بينهم شخصيات دينية وشعبية، حيث قدمت لهم الدكتورة باسمة السمعان شرحاً عن أقسام البازار ومحتوياته، وقد أبدى الجميع إعجابهم بحسن التنظيم. وأقيمت على هامش البازار الذي استمر يومين عروضاً وحفلات ترفيهية وسحوبات يا نصيبة ومسرحيات هادفة للأطفال والعائلات، في حين قدمت الجوقات المتعددة من مختلف الكنائس مقاطع غنائية ومعزوفات موسيقية أتحفت الحاضرين. وفي ختام هذه المناسبة المباركة نسأل الله أن يديم الفرح على الجميع، وأن تنعم بلادنا بالخير والسلام والأمان، وكل عام وأنتم بخير. أمين عمان الدكتور يوسف الشواربي شجرتي عيد الميلاد المجيد الأولى من حديقة جسر عبدون، والثانية بالقرب من الدوار الخامس. وقال الشواربي إن الاحتفال سنوياً بهذه المناسبة يجسد معاني الألفة بين الأديان والعيش المشترك والتآخي والمحبة بين أبناء الشعب الواحد، داعياً أن ينعم الله علينا بالمحبة والسلام والإطمئنان تحت الراية والقيادة الهاشمية. من جانبه أعرب سيادة المطران خريستوفورس عطلة عن خالص التهاني بهذه المناسبة لجلالة الملك عبد الله الثاني وللشعب الأردني الذي يرتبط بروح العيش المشترك والمواطنة الصالحة. حضر إضاءة شجرتي الميلاد عدد من الآباء الكهنة والمسؤولين وأبناء الرعاية، واشتمل الحفل فقرة من معزوفات الكريسماس قدمتها فرقة مجموعة كشافة مرشدات البطريركية المصدار. أقامت الكلية البطريركية الوطنية الأشرفية احتفالها السنوي بمناسبة قرب عيد الميلاد المجيد، حيث رعى الحفل قدس الأب الدكتور فراس نصروين مدير عام مدارس اللاتين في الأردن بحضور قدس الأب سليمان شوباش راعي كنيسة يسوع الملك المصدار. وبعد كلمات الترحيب توجه الأب نصروين والأب شوباش ومديرة المدرسة نادي عماري والهيئة الإدارية والتدريسية لإضاءة شجرة الميلاد إذانا ببدء احتفالات العيد المجيد. اشتمل الحفل على فقرات متنوعة من تراتيلة وسكتش ابتهاجاً بميلاد السيد المسيح. وبعد حفل الإضاءة افتتح راعي الحفل بازار معروضات الأشغال اليدوية الفنية وهي من صنع طلاب المدرسة. برعاية سعادة القنصل الفخري لجمهورية مالطا السيد أشرف قعوار وببركة قدس الإرشمندريت أثناسيوس قاقيش الرئيس الروحي لمحافظة المفرق وقدس الأيكونومس ديميتريوس السماوي راعي الكنيسة، أقامت جوقة رقاد السيد العذراء في المفرق بقيادة القارئ الأول في شمال الأردن رامي سماوي أمسية تراتيل بيزنطية ميلادية احتفالاً بعيد الميلاد المجيد. أي إله عظيم مثل إلهنا أنت، هو الله صانع العجائب وحدك، هاليلويا. من البطن قبل كوكب الزهر
ولدتك حلف الرب ولم يندم. هللويا. أضيئت شجرة عيد الميلاد في ساحة الكنيسة مؤذنة بافتتاح بازار العيد الذي يشتمل على معروضات ومنتجات لسيدات المجتمع المحلي خاصة بأعياد الميلاد، وسيرصد ريع البازار لدعم العائلات المحتاجة في المنطقة. أعلن الفريق الأردني المشارك باجتماعات مدراء الحج المسيحي في فرنسا أن انعقاد مؤتمرهم القادم سيكون في الأردن وتحديداً في موقع المغطس، وهو أول مؤتمر يعقد خارج فرنسا منذ تأسيس جمعيتهم قبل 75 عاماً. وأوضح المهندس رستم مكجيان مدير عام المغطس أن هذا الإعلان تم خلال لقاء جمع 180 مديراً لرحلات الحج من فرنسا إلى دول العالم. وأضاف رستم أن هذا الحدث سيجمع قيادات مسيحية وإسلامية تمثل حالة الوئام الحقيقي التي يعيشها الأردن الذي هو جزء لا يتجزأ من الأرض المقدسة. وكشف مدير السياحة الدينية في هيئة تنشيط السياحة عامر طوال أن هذا المؤتمر سيثري الحركة السياحية الدينية ويعزز رحلات الحج المسيحي إلى الأردن، مشيرا إلى أن انعقاد هذا المؤتمر سيكون بمركز المؤتمرات في موقع معمودية السيد المسيح. وفي غمرة الاستعداد لاحتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وفي حفل بهيج امتزجت فيه كل معاني الحب والأمل، رعى وزير إعلام اللبناني السابق الأستاذ جورج قرداحي حفل افتتاح البازار الخيري الذي نظمته كنيسة مار يوسف للاتين جبل عمان بحضور عدد من الأباء الكهنة وجمع كبير من المحتشدين. اشتمل البازار الذي أقيم في قاعة الكنيسة على معروضات متنوعة وأشغال يدوية وحلويات خاصة بعيد الميلاد المجيد. الشرف أنه أرعى افتتاح هذا البازار الخيري في كنيسة مار يوسف الكنيسة اللاتينية في جبل عمان بدعوة من قدس الأب وسام منصور. الحقيقة شرفني بهذه الدعوة، أسعدني جدا لأنه سمح لي أني أشوف هالناس الطيبين المؤمنين اللي إجوا أقبلوا بخشوع على هذه الكنيسة الجميلة لأول مرة بزورها. الحقيقة شيء مؤثر طبعا وشيء مفرح لأنه نحن بموسم أعياد، موسم فرح، وتمنيت أن يعم الفرح هذه الرعية جميع إخواني المسيحيين في الأردن وفي العالم العربي وفي العالم، وأن يعم السلام والازدهار دائما الأردن وشعبه الطيب. بقى تحياتي لكم، تحياتي لنورسات، تحياتي لإخواني المسيحيين في جميع أنحاء الوطن العربي اللي بعيدهم بهالأعياد المجيدة، وبتمنى أنه تتكرر هذه الأعياد بالسلام والأمن والاستقرار في كل أنحاء الوطن العربي.
دعا غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو المؤمنين الكلدان في كل مكان إلى صيام لمدة 3 أيام من أجل السلام في العراق والعالم، وجاء في بيان صادر أن عيد الميلادي هو وعي وإيمان باستمرار حضور الله بيننا، حضور أبدي بمحبة ورحمة تعيدنا إلى بشرى الميلاد وتعيننا على ترسيخ القيم الإنسانية والروحية. أعلنت الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة أن القطاع السياحي بدأ خلال العام الحالي باسترداد عافيته بعد تداعيات جائحة كورونا، وأضافت أن القطاع سجل نمواً غير متوقع بأعداد السياح والدخل السياحي منذ بداية هذا العام، مؤكدة على أهمية التركيز على الاستثمارات السياحية بالمملكة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وضرورة تقديم التسهيلات الكافية لتشجيع المستثمرين. وأشارت الجمعية إلى أن الدخل السياحي للمملكة ارتفع بنسبة 125% عن العام الماضي ليصل إلى قرابة 5 مليارات دولار جراء زيادة عدد السياح القادمين للمملكة، والذين وصل عددهم إلى ما يزيد عن 4.25 مليون سائح. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة جديدة ومتميزة بعنوان أعمال الرحمة في الميلاد، حيث استضاف البرنامج القمص أنطونيو الصبحي كاهن رعية الأقباط الأرثوذكس في الأردن، الذي وجه الإخوة المؤمنين إلى عيش زمن الميلاد من خلال تجسيد أواصر المحبة وأعمال الرحمة. فإلى هناك أبونا، إجينا لموضوعنا لهذا الصباح اللي هو عن الميلاد. حكينا عن أعمال الرحمة، لكن الميلاد وقصة الخلاص في المذود كانت وولدت. نعم. ففي آية للمعلم بولس لما قال لنا لما كان ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. موضوع ملء الزمان أبونا مش مفهوم كتير واضح أمام الناس، إنه ملء الزمان كيف اكتمل الزمان، يعني ما هي الأبعاد وما هي المواصفات الزمان التي أرادها الله حتى يولد السيد المسيح في هذا الزمان، ما معنى ملء الزمان بالنسبة لربنا، فما مفهوم مش مفهوم هذا التعبير أو هذا الوصف برسالة بولس معلمنا بولس، إنه ما هو كيف اكتمل الزمان عند ربنا؟ ببساطة جدا وعلى قد على قدر معرفتي البسيطة، يعني ملء الزمان هو الوقت الذي يختاره الله لإتمام مشيئته هو. نعم. هذا هو ملء الزمان. فقصة الميلاد هي قصة خلاص البشرية كلها، أعدت هذه الخطة الإلهية، خلينا نسميها أحداث سيناريو إلهي، كل اللي هنعيشه الأسبوعين القادمين لحد ما نحتفل بعيد ميلاد مخلصنا الصالح، كل هذا كان معد. نعم. من قبل الله من وقت طرد أبونا آدم وأمنا حواء من الجنة. نعم. بعد ما أخطأوا رغم أنه نبههم فوعدهم الوعد الإلهي أن نسل المرأة يسحق رأس الحية، الأجيال ضلت تنتظر إمتى هذا هيتم، أنت وعدت يا رب أنه نسل المرأة يسحق رأس الحية، الحية اللي هي الشيطان. نعم. اللي سببت كل عناء البشرية كلها يعني. فبعد ما ربنا أرسل أنبياء وأرسل كلماته المحية بما نسميه نبوات العهد القديم، زي مثلا هل عذراء تحبل وتلد ابنا، كيف عذراء مش متجوزة تحبل وتلد ابنا، هذه كانت نبوة في أشعياء النبي. نعم. بين أشعياء النبي وبين التجسد الإلهي عيد ميلاد مخلصنا مئات السنين. نعم. البشرية ظلت تنتظر يا رب امتى. نعم. امتى وكيف عذراء بنت يفاجئ ان هي حامل وبعدين تجيب وتسمينه يسوع واللي بيه المخلص اللي بيه هيتم الخلاص والفداء على الصليب،
عشان صفحة البشرية هذه كلها تروح، وهو اللي هيدفع الثمن بدمه الإلهي اللي سال على عود الصليب. إمتى تم هذا؟ في ملء الزمان. ما معنى ملء الزمان؟ هو الوقت اللي ربنا بيختاره حسب مشيئته الإلهية. هذا هو، عشان هيك معلمنا بولس الرسول بيقول ولما جاء ملء الزمان. نعم. لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه الوحيد. هذا هو التوقيت اللي ربنا مختاره حسب مشيئته. ولادة يسوع المسيح وتجسده في هذا الشكل الإنساني، الرأس والمناخير والكلتم والدينين والعينين والإجرين والإيدين، عشان بعتقد عشان يثبت للإنسان إنه أنا خلقتك بهذا الشكل، ليس مكون من قرد وصرت إنسان، وليس من خلية وتكاثرت وصارت ودخلت نواة والنواة كونت زي تقول إشي حي عايش وصار إنسان بهذا الشكل. ثبت إنه الإنسان اللي خلقه ربنا على صورته ومثاله هذا الشكل. صحيح هذا التفكير اللي يعني تضحت كل الفرضيات تبعت العلماء السابقين اللي بتقول لك انه الانسان مكون متطور شكله تطور. العلم يقول كما يهوى كما يهوى يعني. لكن يكفي نقطتين بس ارد فيهم اللي تذكرتهم. النقطه الاولى، الله له المجد لما إجي يخلق الإنسان قال نخلق الإنسان كصورتنا كشبهنا. كصورتنا كشبهنا. فاللي بيقول إن الإنسان أصله كذا هذه يعني هيستحي على حاله أن يلفظها فيما بعد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لما يقول لنا في الكتاب المقدس أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم، اللي هو الروح القدس اللي خدناه في بعد المعمودية. فكيف ربنا يقول هيكل الله وروح الله ساكن فيكم، وكيف واحد يقول أقوال كتير يعني احنا نرميها وراء ظهورنا لأنه ما نوقفش عندها، أو أنه لا أنا بدي أبحث في الموضوع وأشوف لا، في شغلات أثمن بكثير من هذه الأمور. نعم. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك يرعى إطلاق المخطط الهيكلي لتطوير المنطقة المجاورة للمغطس. البطريرك بتسبالا يرعى حفلة تدشين نيابة البطريركية اللاتينية في قبرص. رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يفتتح بازار الرحمة الثامن. مؤتمر دولي في المغطس العام القادم لمدراء الحج المسيحي في فرنسا. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nursadjo.org. بهذا وصلنا أعزائنا إلى ختام نشرتنا، حتى نلقاكم طابت أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير.